في حياة الزهراء صلوات الله عليها قضايا إيثار كثيرة، ولكن هنالك قضية أنا لا أظن أن التاريخ من زمان آدم إلى هذا اليوم مثل هذا الإيثار. إذا قلبت صفحات التاريخ كل مثل هذه القضية ما أظن أن تجدوها في التاريخ. الزهراء صلوات الله عليها عند زفافها لها ثوبان، ثوب قديم وثوب جديد. تأتي هنالك امرأة فقيرة تقول: يا بنت رسول الله، أنا أحتاج إلى ثوب. الزهراء صلوات الله عليها تريد أن تقدم لها الثوب القديم. هل طبيعة الإنسان يحتفظ بالجديد لنفسه ويعطي القديم للآخرين؟ ولكن هي الزهراء صلوات الله عليها تقول: فتذكرت قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فتعطيها الثوب الجديد وتحتفظ لنفسها بالثوب القديم. هذا مو إيثار نظري، يقال إيثار مجسد في فرد. عندما أولادنا يعيشون في هذا الجو، عندما بناتنا يعيشون في هذا الجو، كم يتأثرون بهذه الأجواء؟ أما إذا عاشوا في أجواء الآخرين ممن لا أريد التطرق إلى خصوصياتهم، كيف ينمون الابن اللي يعيش في هذا الجو والابن اللي يعيش في ذلك الجو؟ الزهراء صلوات الله عليها تمثل قيمة التوافق في الحياة الزوجية. تشوف رجلان متدينان، زوج متدين وزوجة متدينة، يعيشون سنوات وحياتهم مليئة بالمشاحنات، كل خلاف، الزوج يشتكي من الزوجة، الزوجة تشتكي من الزوج، يحطمان نفسهم، يحطمان دينهم، يحطمان دنياهم، يحطمان أعصابهم، يحطمان بدنهم، يحطمان عائلتهم، يحطمان أولادهم وبناتهم. كم من الأولاد يشتكون من آبائهم وأمهاتهم؟ إيش قد من الزوجات يشتكين من أزواجهم؟ إيش قد من الأزواج يشتكون من زوجاتهم؟ الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قرب وفاتها تقول لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن عم، إن في صدري وصايا أريد أن أوصيك بها. لاحظوا كيف يمثلون هذه القيم. يقول: يا بنت رسول الله، أوصيني بما أحببت. فتقول مقدمة لوصاياها: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبة، مرأة لا تكذب ولا كذبة واحدة في حياتها الزوجية، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتك. مخالفة واحدة. تجد هالشكل زوجة؟ تجد هالشكل امرأة؟ نعم، اللواتي سرن على خط فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. ولا خالفتك منذ عاشرتك، ولا مخالفة واحدة من بداية الحياة الزوجية إلى نهايتها. فيقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنت والله أعلم بالله وأتقى من أن أوبخك بمخالفتي. العلم بالله، ذلك العلم الذي كان لهم بالله سبحانه وتعالى، تلك التقوى اللي كانت لهم، لا يمكن أن تفعل خلافاً واحداً. هذا اللي يخالف إما علمه بالله قليل أو تقواه من الله قليل. الإنسان اللي عالم بالله، هذا البعد النظري، هو متقي من الله، هذا البعد العملي، هذا لا يمكن أن يخالف. هذا كلام الزهراء صلوات الله عليها.
ونأتي إلى كلام أمير المؤمنين صلوات الله عليه، يقول: والله ما أغضبتها ولا أغضبتني، لم تغضبني مرة واحدة ولم أغضبها مرة واحدة. هذه القيم إذا تطرح في المجتمع، هذه النماذج إذا تقال فوق المنابر وتقال في البيوت وتقال للأزواج وتقال للزوجات، كم تربي وكم تؤثر. لذلك في الواقع كلما يمكن تكثير هذه المجالس، كثرة الحضور إلى هذه المجالس، أن نأخذ أطفالنا حتى الصغار ليعيشون في أجواء ثانية. الأجواء الثانية ما تربي هؤلاء، لا تصنع هؤلاء، إن حاول أن يعيشوا في هذه الأجواء، بهذا المقدار يخرجون أفراد متدينين طيبين مؤمنين خلوقين. إحنا الأخلاق اللي عدنا منين حصلنا؟ هو هذا المقدار اللي عدنا من تربية آبائنا أمهاتنا ومن هذه المجالس. لذلك حقيقة الآباء الأمهات ينبغي أن يهتموا بهذا الجانب.